ورحمة الله وبركاته جميع الفولور اللي معنا شابين غاليين، مرحبا بكم في فيديو جديد في سيريا جديدة تحدي التذوق. بون راح ندعم المنتوج المحلي في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله سيريا تكون عجباتكم. نشكركم على التفاعل تاعكم. اللي فيديو راهم متاحين تقدروا ترسلوا لي فيهم هدايا فضلا وليس امرا باش تشجعونا باش نتواصلوا. بون المنتوج المحلي 100% ما كانش جزائري يعرف وما يعرفوش، بصح راني نروج للمنتوجات المحليه اكيد للاجانب ماشي للجزائريين. وكاين بعض الفئات هكا ما نديرش عليهم بين قوسين، المثبطين واعداء النجاح راني ما نديرش عليهم، نخليهم يعلقوا التعليقات السلبيه كما يحبوا. بون ندخلوا في الموضوع في حلقتنا تاع اليوم. المنتوج هو فونتا ومدايرين حتى السعر لهنا، هو مشروب غازي الرويبة، يتخدم في الرويبة الجزائر العاصمة. كنت نجربوه معكم مع بعضنا. هو مشروب غازي مصنوع من الفراولة. انا من مشتين متع لي مقربش عليكم، ما كانش واحد جزائري كبير ولا صغير ما يعرفش المشروب هذا. مي كيما قلت لكم نقولها ونعاودها، راني نروج للأجانب ونعرف لهم المشروب هذا وشي هو والكو تاعو. بيان سير بسم الله. غني عن التعريف، بنة عظيمة، مش مصنوع جزائري 100%، اسمه فونتا. ننصحكم تجربوه كي تجيو للجزائر ان شاء الله. مشروب غازي اللي يشتي المشروبات الغازية صحة. هنا نكونوا لحقنا لاخر الفيديو، نتمنى ديروا لي لايك لي كومونتير والبارطاج باش يطلع لي فيديو شويه. تفضلوا وليس امرا، وراني ديما نحط الكونت تاعي انستغرام والتيك توك، راح نحط الفيديو في التيك توك والواتساب اليوتيوب، راح تلقاوهم في التعليقات ولا تلقاوهم في الفيديو. تدخلوا للصفحه الرسميه تلقاوهم كل اوفيسيال حطهم. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما يكونش الفيديو طويل بزاف كما تعرفوا، خفيف ظريف ولعب خفيف ظريف وفرات. تهلاو لي في رواحكم ودعمونا. شكرا.